مشاهدينا الكرام أينما كنتم وحيثما وجدتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدد جديد من برنامج إحسان نواصل فيه تغطية نشاطات المجموعات والجمعية الخيرية خلال هذا الشهر الفضيل. اليوم نحن بولاية البليدة، سنرافق مجموعة وجوه الخير في نشاطها الخيري المتمثل في إفطار الصائم وعبر السبيل، ابقوا معنا. أقام سماء بنى الأكوان وضع الميزان وللإحسان دعا الإنسان لحياة أكثر إيمانا ورضا وأمان لبيوت أقوى بنيانا وضع الميزان. مشاهدينا الكرام، أعضاء مجموعة وجوه الخير يعملون بكل جهد من أجل تقديم وجبات ساخنة لعبر السبيل. الأخ عبد الرؤوف، احكي لنا شوية عن تحضيرات موائد إفطار صائم وعبر السبيل. أولا مرحبا بكم، شرفتونا بالحضور تاعكم معنا، وكما كل عام العام اللي فات ثاني خدمنا هذا الإفطار عبر السبيل، السنة ثاني قلنا ندخلوا على ربي ونعاودوا نفس المشروع، وكما تشوفوا دائما الشباب يحضر هنا حوالي الخامسة مساء، نتلايموا هنايا عندنا نبداو نقيو قبل الحالة مليح. بعدنا اللي طاب كذا نحطوا مستالي والحالة بيان، ثاني تريسيتي فيها خدمة شوية متعوبة باقيش جاية في لوطوروت بلاصة مقطوعة تنجم تقول، مام تريسيتي بالجروب راك تشوفي فيها، ويبداو الشباب يحضروا في الموائد هذيا، ومن بعد عندنا نجيبوا الأكل تاعنا شوفوا كيما تشوفيهم ينزلوا فيهم. ثاني عندنا كاميو معنا باش يسخن تسمى الماكلة دائما تبقى سخونة وبروب، مام لي فريغو الداخل ما بارد كل شيء بروب. وكاين شباب كأنهم في المنزل تماما، وشباب تشوف يحبسوا في طريق ثاني في العائلات والسائقين تاع الشاحنات وكذا، والناس تشوف يحبسوا ما شاء الله يوميا، كاين كما نقول لك وفد ما شاء الله والحمد لله. واش تحب نقول لك، هم الناس تحبس ما شاء الله هنايا يعني. الله يبارك. القمر تسابقه الشمس ولا تتخطاه، يختلف النهر مع البحر ويهوى لقياه، قام الميزان فما أرقى قانون الله، عدل إحسان يتنامى وبناء حياة. حي على الصلاة. Yeah.
والحصاد كبير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. صح فطورك؟ الله يسلمك وانت كمان صح فطورك ان شاء الله. منك جاي انت يا طارق؟ انا كنت في اسطيف وكنت جاي لبليده، اذن المغرب ما خلونا الشباب هنا، عرضونا على الفطور، كثر الله خيرهم ما شاء الله. انت من سوريا؟ انا من سوريا. هذه البادره الموجوده في الجزائر، هذه تبع المطاعم الرحمه، بادرة إنسانية عظيمة ويزيد الإنسان على تخلق الرحمة والمحبة بين الناس، ويزيد الإنسان على الإيمان ويزيد يعبد في ربي أكثر وأكثر. الله يسلمك. يا أختي والله ما رايح. رايح من زير، رايح المستغالي. رايحين المستغالي. يكتب ربي. السلام إن شاء الله. آمين. شايف هذه المبادرة تاع مجموعة الجور؟ الله يبارك والله يجازيهم أختي. ما حسيناش بلي رانا برا، رانا في الدار والله. لا في الدار. الله يجازيهم. الحمد لله يا ربي، الحمد لله. الله يجازيهم والله يكثر مثالهم. هذا ما نقول اختي. الله يجازيكم خويا. بل عادتنا منه سعادتنا، بالحب نغرس والحصاد كبير. نبخل على الناس السوم، نزرع بساتين وزوم، ننشر امل والمجتمع فينا فخور. احلى شعور. الإفطار انتهى والمسافرون عادوا إلى سياراتهم من أجل مواصلة طريقهم. مهدي، الإفطار إفطار عبري السبيل يدوم مدة 30 يوما خلال شهر رمضان الفضيل. نعم. الحمد لله، كما راكم تشوفوا اليوم جست ما شاء الله، وكان الإقبال أو يزيد من نهار من الآخر. كما اليوم قمنا بتفطير 150 إلى غاية 200 واحد. أجواء كما راكم تشوفوا ما شاء الله، والوتيره تاع المواطنين راهي غير تزيد والحمد لله. من طرف المحسنين يعني تلقيتوا المساعده؟ دعم راه ما شاء الله كل يوم يعني تزيد توصلنا تبرعات ما شاء الله. بالنسبه لباقي نشاطاتكم في خلال شهر رمضان الكريم، يعني عندكم افطار عبري سبيل ونشاطات اخرى؟ نشاطات اخرى كما ليله 27 عندنا الختان الايتام، عندنا كسوه العيد، وعندنا في ليله 27 كذلك نزور ونقوموا بدور العجازه في حمام ريغه، وين نتقاسموا معاهم هذه الاجواء الايمانيه. بالنسبه لي طريقه التواصل، دائما نذكروا المشاهدين بمجموعه وجوه الخير. نعم. بس ما عليهم الا يتواصلوا معنا في الصفحه الرسميه وين كاين الارقام تاع الهواتف، ويتم الاتصال مباشره. نعم. ان شاء الله تكونوا همزه وصل بين الفقراء والمحسنين. ان شاء الله الله يجعلنا مفاتيح خير ان شاء الله. كن محسنا فيما بقى، فلربما تجزى عن الاحسان بالاحسان. كن محسنا فيما بقى، فلربما تجزى عن الإحسان بالإحسان. كن محسنا فيما بقى، تجزى عن الإحسان بالإحسان. كن محسنا. قصة اليوم هي حكاية شاب أحب التطوع وفعل الخير، فسعى منذ 3 سنوات في مسار ملؤه العطاء والإحسان، وطموحه دوما مديد العون للمحتاجين. فلنتابع معا قصة عبد السلام. بديت عمل تطوعي في جمعية جزائر خير حوالي 3 سنوات الوراء في رمضان تاع العام اللي فات. هكذاك حكايتي مع جمعية جزائر خير هاد 3 سنين اللور، هي تعرفت عليها عن طريق الوالد تاعي اللي كان هو صديق لرئيس الجمعية. بديت نتبرع معاهم نطوع معاهم، خرجت مع الجمعية هنايا، وكل خطرة يعيطونا باش نديروا فيها تحملات تبرع ولا خير، تحسوا بواحد الإحساس فرحة ما تقدرش توصفي هذاك، بس نحسوا بلي حنا نعاونوا الناس ونعاونوهم ونسيو نلحقوا لهم واش يحتاجوا. شنو هما النشاطات اللي تكون انت حاضر فيهم في مجال التطوع؟
تقريبا تقولي نكون جميع النشاطات الجامعية الجزائرية خير يكون حاضر فيها، خاصة في رمضان ولا عبر رمضان. في رمضان عندنا تاع قفة المحتاجين، نجمعوا في مراكز تجارية كما أرديس، نجمعوا قفة المحتاجين. عندنا تاع مطاعم الرحمة كما نكون هنا حاضرين فيها. عندنا تاع كسوة الأيتام، خاصة مع كيقرب العيد نديروا كسوة الأيتام. وخارج رمضان نديروا تاني جمع التبرعات ناس محتاجين كالعادة، ونديروا تبرع بالدم، نديروا زيارة المرضى في المستشفيات كما تاع مصطفى باشا مرض السرطان. عندك تاني تاع زيارة العجزة المعوقين تاني. التطوع والعمل الخيري شغل حاجه مربي عليها من الصغر، جاي معايا من الصغر، من الاسره هي اللي كنت صغير نشوف والدي يديروا الخير يساعدوا الناس، شغل تربيت على هذا الشيء. ولات جي تحددني عفسه عاديه هنا يعني. التطوع في المجتمع الدور تاعو بالنسبه للفئات المهمشه بالنسبه للمحسنين اللي بزاف ما يلقاوش همزه توصل بينهم وبين كاين طبقه اللي تحب تتبرع، كاين طبقه محتاجه وما كاش همزة الوصل كما قلت انت. احنا نسي نكونوا هذيك همزة الوصل اللي توصل بين الناس اللي تحب تمد دير الخير والناس المحتاجة. مبدأ ترتكز عليه في التطوع الإحسان، إحسان الغير، إحسان، تقول نحسوا بالغير، نسي نعاونوهم، نحسوا بالفقراء والمحتاجين، نسي نعاونوهم بكل ما حاجة اللي نقدروا عليها، وما نحتقروش المعروف. هذا يعني مش حاجة اللي قاعدين نديروها نديروها إن شاء الله. من عندك صعوبات، كاين ناس ما يتفهموش العمل تاعنا، كاين ناس يتهموك بالسرقه بلا ماكش تلحق واش انا التبرعات هادو ماكش يلحقوا للناس. كاين تحس الناس سلبيين هكذا يصير على قول العمل تاع الخير تاعنا، يحطوا العزيمه تاعنا، مي حنايا العزيمه تاعنا ما تحبطش ان شاء الله، وسيو دائما نديروا الخير وسيو دائما نلحقوا الناس المحتاجه واش تسحق. حاب نشوف شغل المجتمع يكون متساوي، ما كاش هذيك الطبقيه بين الناس الفقراء والناس الاغنياء بزاف، سي نساوي المجتمع ونحاول كاع الناس تكون نفس الطبقه ان شاء الله. واش نقول الناس تتبرع وتعاون دير الخير ان شاء الله باش كامل نكونوا بخير ان شاء الله. هذه حقا، فمن تطوع فهو خير له. بهذا مشاهدينا الكرام نصل الى ختام عدد اليوم من برنامج احسان، نترككم مع فقره صوره وعبره وخلق جديد، لكن قبل هذا نذكركم بامكانيه تواصلكم معنا عن طريق الاتصال على رقم ظاهر اسفل الشاشه او عبر صفحتنا الخاصه على موقع التواصل الاجتماعي. ابقوا دوما للإحسان أوفياء. إلى اللقاء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. أخرجه مسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. أخرجه البخاري ومسلم.